إلى تعز، حيث اندلعت مواجهات بين الجيش واللجان الشعبية وميليشيات حزب الإصلاح ومرتزقة السعودية في حوض الأشراف. مصدر عسكري ذكر أن الجيش واللجان يتقدمون من حارة الأكمة باتجاه الروضة، وأشار إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الإصلاح ومرتزقة السعودية. وكان العدوان السعودي قصف جبل أمان بعدة غارات.